حوت اللي يضربوا من هنا وغيرهم من هنا والطايره من هنا وكل شيء. وانتم نزحتم الى فين الان؟ نزحنا مقدم طلعنا الى صنعاء، من صنعاء الى مارب دخل هنا. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه. إذا هذه ربما هي أول أسرة تصل إلى محافظة الجوف من النازحين القادمين من حجور الشام في محافظة حجة، الذين عملت الميليشيا على تهجيرهم من مناطقهم، وحاولت أن تعمل على السيطرة على منطقة حجور الشام التي اشتدت المعارك خلال اليومين الماضية داخل هذه المناطق في محافظة حجة، ونزحوا هذه الأسرة الأولى التي وصلت إلى محافظة الجوف هربا من ميليشيات الحوثي في محافظة حجة. علي الجرادي، قناة بلقيس، محافظة الجوف.